اليوم سوريا الجيش الإسرائيلي غير قادر على ترميم هذا المشهد. هناك مشهدين أضروا بسوريا الجيش الإسرائيلي. المشهد الأول في يوم 7 أكتوبر حينما دخلت نخبة كتائب القسام ونفذت عملية طوفان الأقصى، انهار الجيش، انهارت فرقة كاملة من الجيش الإسرائيلي. المشهد الثاني هو أن هذا الجيش استهدف الأطفال والمدنيين والمستشفيات ودور اللجوء والمدارس والمناطق المدنية. هذا الاستهداف لا شك أنه يضر أيضا بصورة الاحتلال الإسرائيلي وصورته العسكرية. اليوم الجيش الإسرائيلي يريد أن يخرج بأي إنجاز، لهذا هو يفبرك الكثير من الأخبار، فبرك أن هناك قيادة عسكرية داخل المستشفيات، يعني أثبت بالدليل القاطع مرة ومرتين وعشرة أنه لا وجود لأي مظهر عسكري داخل المستشفيات المدنية وأن استهدافها هو يعتبر جريمة حرب. فبرك أن هناك أنفاق تحت المستشفيات، لم يأتي بأي دليل أن هذه الأنفاق لا تحت المستشفيات ولا فوق المستشفيات، لم يأتي بمظهر عسكري واحد داخلي. يعني الاحتلال الإسرائيلي صور كل شيء. في ماذا أخرج في النهاية؟ أخرج صورة لبعض المرضى أو الجرحى الإسرائيليين الأسرى لدى الاحتلال الإسرائيلي يتم علاجهم في المستشفيات. نعم. وهذه دليل أن هؤلاء كان لهم قدرة على أو كان لهم حس إنساني كبير أنهم يعالجوا أسراهم ولا يتركونهم يموتون. هذا هو الدليل الوحيد. إذن هذه الصورتين، صورة انهيار الجيش في 7 أكتوبر، صورة أيضا التوحش ضد المدنيين وضد المؤسسات المدنية، خدشت الصورة الإسرائيلية. هذا الخدش الآن غير قادر على الترميم، لهذا لا، هناك حقيقة هناك رفض كبير داخل المؤسسة العسكرية. الأمر الآخر، هناك خوف من الجنرالات العسكريين. أنا لا أتحدث عن نتنياهو لأنه يبدو أن نتنياهو لم فقد السيطرة، لم يعد الهيكل الإسرائيلي بات هيكلا مقلوبا. اليوم القيادة العسكرية هي التي تدير الحرب، وللعلم هذه ليست المرة الأولى. إسرائيل فعلت ذلك قبل هذا في 67. في 67 كان رئيس الوزراء أشكول وكان رافضا للعملية العسكرية التي سميت بالنكسة بعد ذلك بحرب 67، فتم اعتقاله وحجر الحجر عليه، وقام الجنرالات الإسرائيليون بإدارة المشهد كاملا، ثم أخرجوا بعد ذلك في هذا المشهد. اليوم نتنياهو لا قوي ويختلف عن أشكول، لكن أعتقد أنه الآن مهزوز بشكل كبير ويخشى من توقف هذه الحرب أيضا، لأنه سيتعرض للمحاسبة. وهناك أصوات اليوم حتى من داخل مجلس الحرب، يعني جانتس الآن ينظر أنه البديل عن نتنياهو، ولهذا يتعامل ويتصرف وهو ليس جزء من الحكومة ولكن جاء إلى مجلس الحرب. اليوم كمان مجلس الحرب هذا يحتاج إلى تفنيد. اليوم مثلا جانتس وأزينكوت هم الذين يقودون اليوم الاحتلال الإسرائيلي، لهذا أنا بعتقد أن هناك لا رفض. طب هذا الرفض في وجه من؟ في وجه الولايات المتحدة الأمريكية ورفض الهدنة. لهذا اليوم هناك فجوة ما بين رؤية الولايات المتحدة التي كانت شريكة وما زالت شريكة ودعمت وقوت الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة الشعب الفلسطيني، وما بين رؤية الجنرالات العسكريين الذين لا يريدون أن يظهروا بمظهر المهزوم أمام حركة حماس وأمام المقاومة الفلسطينية.